بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلى الله كثيرا عليه وسلم. وبعد. قال الإمام رحمه الله: قال ذكر أول من تكلم في القدر. قال: أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراقي الطرسوسي قال حدثنا محمد بن حاتم بن أنا عين الرازي قال أنا في حدثنا بداية الحديث أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله على علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي إذا جحد العلم. ابتداء ذكر القدرية التي ترد على الله عز وجل. في قبله باب عندي يا سيدي، باب ذكر أول من تكلم في القدر. طيب ماشي، مش مشاكل. هات كم حديث؟ ثلاثة أو حديثين، طيب خلاص ثلاثة ثلاثة. هاتهم. ماشي ماشي. قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال حدثنا علي بن سعيد رحمه الله قال سمعت احمد رحمه الله يقول اول من تكلم في القدر بالبصره معبد الجهني وسلوا رجل من الاساوره. نعم. ثم قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني ربيعه بن كلثوم بن جبر عن ابيه رحمه الله جميعا قال اصحاب مسلم بن يسار رحمه الله كان مسلم يقعد الى هذه الساريه فقال ان معبدا يقول بقول النصارى يقول يعني معبدا الجهني. نعم. ثم قال وختم الباب قال اخبرنا ابو بكر المروزي قال سمعت ابا عبد الله رحمهم الله جميعا يقول القدريه اشد اجتهادا من المعتزله. استر الله عليك، تفضل أكمل بقى. وذكر القدرية التي ثم ترد قال على رحمه الله باب ذكر القدرية التي ترد على الله جل وجل جل وعز. ثم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد رحمه الله قال سمعت أبي رحمه الله سأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا فقال أبي رحمه الله إذا جحد العلم، إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، لا حول ولا فجحد قوة علم إلا الله عز وجل فهو كافر. بالله. قال وسمعت أبي رحمه الله يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلق. لا حول ولا قوة. ثم قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله رحمه الله جميعا عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا الكفر بالله عز وجل. نعم. ثم قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله لا، هذه رحمه أسانيد الله صحيحة. جميعا قال ثم قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. قال أخبرني علي بن عيسى رحمه الله أن حنبلا رحمه الله حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله رحمه الله قال ولم يزل الله عالما. ثم قال وأخبرني عصمة بن عصام أن حنبلا حدثهم رحمه الله جميعا قال قلت لأبي عبد الله رحمه الله آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل للأرض؟ قال نعم خلقه الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذا قبل أن يخلق آدم قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون. وسمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. نعم. ثم قال وأخبرنا أبو بكر المروزي وهذا إسناد فيه عاصم بن عصام وفيه جهالة. ثم قال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا نصر بن علي رحمه الله قال حدثنا أبي رحمه الله عن شعبة رحمه الله عن منصور بن زاذان رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله من عند الله. قال وأخبرنا أبو بكر رحمه الله أن نصر علي حدثهم قال حدثنا شعبة رحمه الله عن الحكم رحمه الله عن مجاهد رحمه الله مثله. ثم قال وأخبرنا أبو بكر بس قال خلاص خلاص حدثنا علي خلاص 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 هذا إسناد صحيح أيضا، جزاك الله خيرا. أولا القدر قدرة الله جل في علاه، هو وضح مزلة لا يدخل أحد عقله فيه إلا زل، وهي من القدر من لوازم من صفات ربوبية الله جل في علاه. فمن آمن بالله ربا وجب عليه أن يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان.
قال وأن تؤمن بالله وملائكته، عندما قال جبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، في رواية ضعيفة ولكن المعنى صحيح، حلوه ومره. وقد قال الصاحب لابنه قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت في النار. وقال الله جل وعلا كل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر. وقال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. وفي الآية الأخرى قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أنها مكتوبة وأن الله كتبها، الله تعالى يهدي قلبه. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الغرض المقصود أمر القدر والإيمان بالقدر، هو ركن من أركان الإيمان، الكفر به كفر يخرج من الملة. ولذلك قال ابن عباس قال القدر نظام التوحيد، فمن زعم التوحيد وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. لذلك قال الصاحب قال وإن مت على غير ذلك مت على فأنت في النار، وإن مت على غير ذلك فأنت في النار. الغرض المقصود بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وجب على الإنسان أن يؤمن به، ولا يستتم الإيمان به حتى يؤمن بالمراتب الأربعة: علم فكتب فخلق فأراد فخلق، علم فكتب فأراد فخلق. والمعتزلة ومعبد الجهني أول ورأس هذه الطائفة الضالة أنها قالت بأن الله جل وعلا لم تثبت له لا اسم ولا صفة ولا التجهم الأصيل، والمعتزلة يثبتون اسما بلا صفة، لذلك ينفون علم الله جل وعلا. فقال الشافعي فيهم قولا فصلا، قال خاصموهم في العلم، خاصموهم في العلم، فإن أجابوا يعني فإن أقروا فقد خصموا، لو قالوا الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون قد خصموا، وإن أصروا فقد كفروا، لأنه نفي العلم عن الله جل وعلا نفي صفة من أعظم الصفات عن الله جل في علاه. فنفي العلم عن الله جل في علاه هذا الذي يوقع المرء فيه في الكفر. فإذا هنا أول من تكلم فيه معبد الجهني، ثم استلقفها بعد ذلك الجهم ابن صفوان، والمعتزلة تلقفت ذلك وتكلمت في القدر كما قلنا، وهم ينفون علم الله جل في علاه ويجعلون الخلق خالقين مع الله جل في علاه. وهنا إثبات القدر في هذه المسألة، عندما الحسن قال خلق الله آدم للأرض لا للجنة، شوف قلت لأبي عبد الله لأحمد آدم عليه السلام خلقه الله للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون، قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض، ما قال في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة. لكن الحسن قال والذي نفسي بيدي يعني خلقه الله للأرض، قال كان ممكن أن يتجنب ذلك بعدم الأكل من الشجرة، قال ما بد لابد أن يأكل، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ولذلك أروح ما يستريح به القلب على ما يرى مما يتعجب منه المرء أن يقول فوضت أمري إلى الله جل وعلا، فإن فوض أمره حقا لله جل وعلا وعلم أن الله يقدر المقادير على علم وحكمة وأن الله يضع الشيء في موضعه، فيثق في ربه الذي خلقه وقدر له ما قدر، فإن وثق فيه ثقة تامة كان الله فوق ما يثق فيه، كان الله عنده فوق ما وثق فيه. ولذلك من زعم صدقا أنه لله وجب أن يصدق التفويض لله جل في علاه، أن يفوض أمره لله جل في علاه. ولذلك عن حسن قال ومن عنده علم الكتاب، قال من عند الله عز وجل، يعني أن الله جعل عنده علم الكتاب. وقد قلنا بأن عبد الله بن عمرو العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، وقال هذا الكتاب كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، ومعه كتاب آخر في كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. وهذا كله كما قلت من أول من تكلم فيه معبد الجهني. الفوائد المستنبطة: أضل خلق الله جل في علاه المعتزلة حين القدر، فإنهم ينفون علم الله جل في علاه ويجعلون الناس خالقين مع الله جل في علاه، يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه.
كفر القدرية محتم، لكن الكفر العام، لأنه ممكن أن يجهلون، أن يجهلوا، فيكون الكفر كفر نوع لا كفر عين، إلا من أقيمت على الحجة. نجاة المرء من الاعتزال إثبات علم الله جل في علاه بأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إنما الغيب لله سبحانه جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.